إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول علم أصول الفقه بناء على ما أسلفناه السنة الماضية، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإتمام ما قصدنا إليه من بيان مقاصد هذا العلم وقضاياه التي يتحدث فيها وعنها أهل هذا الاختصاص، نظرا لما قلناه قبل من أنه لا غنى لطالب العلوم الشرعية أصولها وفروعها، لا غنى له عن هذه الصناعة، أعني صناعة علم أصول الفقه. واليوم بحول الله جل وعلا، قبل أن ندخل في تفاصيل العلم مرة أخرى، نذكر أنفسنا جميعا بالمقدمات الأساسية لهذا العلم مما سبق تفصيله في حصص متلاحقة السنة الماضية في أوائل هذه الدروس. فنفتتح بحول الله جل وعلا هذا المجلس ببيان ضرورة هذا العلم لكل من يرغب فعلا أن يكون متفقها أو فقيها في الدين، بما أن الفقه هو الغاية، هو الغاية الأساس من طلب علوم الشريعة بالنسبة لأهل الاختصاص، لأن طلب العلم له غايتان، غاية تتعلق بالتدين كما يعبرون اليوم، أي بمعنى الدين الذي هو الممارسة الفعلية في ذات الشخص، أي أن الإنسان يطلب العلم ليعبد ربه، وهذا عام في المسلمين جميعا، ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن كان ومتى كان وكيفما كان أن يطلب العلم الذي به يعبد ربه. وهذا العلم وهو الصنف الأول والنوع الأول إنما هو المسمى عند العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة. طلب العلم متحتم الواجب على كل مسلم إنما هو المسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، وسنبينه يعني أو نعرف به، لأن هذا الزمان اقتضى فعلا أن نعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه فعلا هنالك مشكلات تتعلق بهذه الجوانب من الدين التي هي المعلوم من الدين بالضرورة، أي أن الناس أو أن شرائح كبيرة مع الأسف من الناس ينقصهم العلم الضروري الذي به يعبد الله جل وعلا. إذن سنعود إلى هذا بعد قليل بحول الله. أما العلم الذي هو علم الاختصاص فهو المسمى بالفقه في الدين، وهو المذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية في غير ما مناسبة، من مثل قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمتفقه في الدين بهذا المعنى هو لا يطلب العلم ليكون متدينا وحسب، لأن النوع أو لأن هذا النوع من العلم الذي يطلبه يتجاوز المعلومة من الدين بالضرورة، أي أن ما يكفيه في ذاته لعبادة الله قد حصله، الذي هو عيني في كل مسلم حصله، ويزيد على ذلك ما به يستطيع أن يكون للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما. فلا بد إذن أن يحصل شيئا زائدا بوفرة وبعمق،
هذا هو الفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين. لما؟ ليكونوا للناس أئمة، ولذلك قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وحينما نقول الفقه في الدين فهو بالمعنى القرآني للكلمة وبالمعنى الحديثي الوارد في كثير من الأحاديث لا تكاد تنحصر، ومن أشهرها الحديث المتداول بين طلبة العلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقبل تفصيل هذا نرجع إلى الأول الآن، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، نشير إشارات لا أقل ولا أكثر. ذلك أن الناس اليوم فعلا، وهذا أمر مؤسف محزن ومخيف أيضا، قلت إن الناس في غالب أحوالهم يجهلون ما يسميه العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو ما يسمى أيضا بصيغة أخرى ما لا يسع المسلم جهله، أي كونك مسلما لا حق لك في أن تجهل مجموعة من الأحكام الشرعية التي بها تعبد الله، وإلا خرم ذلك في كونك مسلما على تمام الكلمة وكمالها، وحوسب الإنسان على ذلك يوم القيامة إلا أن يتغمدن الله وإياه برحمته. وسأعطي أمثلة، لا يجوز مثلا لأي لمسلم أي أو أيا كان أن يجهل كون الخمر حراما مثلا، أو كون الربا حراما، أو السرقة أو الزنا، أو أن يجهل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ورمضان وما شابه هذه الأشياء من أركان الإسلام وأركان الإيمان، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره وحلوه مره، أو أن يجهل بعض الأمور التي ليست من الأركان ولكنها متفرعة عن الأركان مباشرة، كالصراط مثلا والميزان يوم القيامة. هذه الأمور مما لا يسع المسلم جهله، أي ما عندوش الحق أنه يجهل هذه الأشياء. ويقولون اللهم إلا إذا كان حديث عهد بكفر، أي إنما أسلم الآن أو قبل أيام أو شهرين أو ما شابه ذلك. فشيء طبيعي أن يكون الإنسان المسلم حديث الإسلام، أن إنسان نصراني أو يهودي أو مجوسي أو وثني أن كان دينه ثم أسلم، ففي مرحلة تأليف قلبه وهو آنئذ في مرحلة المؤلفة قلوبهم يعقل عقلا، ويعني يمكن عادة وطبيعة أن يجهل أمثال هؤلاء بعض حقائق الإسلام من الأركان أو من الواجبات الكبرى أو أمهات الرذائل، من مثل ما ذكرنا قبل قليل مما يقطع المسلمون ويجمعون على وجوبها أو على تحريمها أو على وجودها في الدين، مما يسمى من بالمعلوم من الدين بالضرورة. ما معنى هذا التعبير المعلوم من الدين بالضرورة؟ هو تعبير أخذ من علم المنطق، وهو الذي يسمى بالعلم الضروري. علم ضروري أي أنه أن الإنسان يعني لا يكتسبه بالنظر والاستدلال، لا تحتاج إلى بحث وإلى تمحيص لتصل إليه، وإنما تجد نفسك تعرفه هكذا، هذا في المجال الطبيعي. وأعطي أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. علمك بوجودك، يعني تقول أنا موجود، هذه معلومة، هذا حكم أحكم عن نفسي بالوجود، لست عدما. بأي دليل؟ لا تحتاج إلى دليل،
هذا علم ضروري، علم تجد نفسك هكذا تعرفه، يفرض هذه المعلومات تفرض نفسها عليك. ولذلك جعلوا أو بناء الأدلة وتركيب الاستدلال على البدهيات والضروريات ضرب من العبث. كفيلسوفهم يعني فيلسوف فرنسي المشهور الذي يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، نقول له وعلاش دمتك؟ يعني بعد أن أدركت أنك تفكر أدركت أنك موجود؟ هذا فعلا نوع من يعني هو يريد أن يصل إلى أشياء أخرى يعني ويبني منهج حقيقة الأمر، ولكن ما ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للتشكيك في البدايات كما يفعله بعض السفسطائيين اليوم وفعلوه قديما أيضا. فهذا في الأشياء الثابتة التي تفرض نفسها عليك، معلوم أشياء معلومة من طبيعة للضرورة. يعني حينما تكون الشمس مشرقة فكل الناس يشعر بوجودها وبإشراقها، حتى الأعمى الذي لا يبصر يشعر بوجود الشمس لأن لها أشعة تبعث الحرارة في الأجسام والأشياء وما شابه هذا وذاك. يعني أشياء تعلم بالضرورة، أو يعني في مجال العادة أيضا، العادة بالمعنى المنطقي دائما، ولا أقصد هنا العادة بالمعنى الأعراف، لا ليس العادة الاجتماعية، لا العادة طبيعية، ككون النار محرقة هذا معلوم لدى الإنسان بالضرورة، لأن يعني معلوم من العادة بالضرورة، لأن التجارب البشرية المتراكمة والإنسانية الفردية والجماعية رسخت في الأذهان جميعا أن النار تحرق، ولو لم يحترق الإنسان بها ولا مرة عافانا الله وإياكم منها في الدنيا والآخرة، فإن لديه يقينا راسخا لأنه إذا وضع يده في النار احترقت. لأمور يعني يقينيات بدهية في الدين أيضا، في الدين أيضا يوجد شيء اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، وليس معلوم من العادة أو من الطبيعة بالضرورة، لا معلوم من الدين، بمعنى أن كونك مسلما يجعلك بصورة تلقائية طبيعية تعلم هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يدعي علينا أنه يجهل أن الزنا حرام أو يجهل أن الخمر حرام فيقول إنما شربتها لأنني لا أعلم. إذا ثبت أنه ولد في بيئة إسلامية وكبر ونشأ في بيئة إسلامية فلا تقبل دعواه هذه أبدا، لأن حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة، هذه كتولي ثقافة شعبية، ليحتاج الإنسان إلى مدرسة أو إلى كتاب أو جامعة أو معهد ليتعلم أن الخمر حرام وأن الزنا حرام وأن الربا حرام؟ لا، لا تحتاج إلى معلم هذه الأشياء، هذه الثقافة اللهجات العربية والعامية وكل اللهجات وكل لغات المسلمين في العالم، فارسية تركية أمازيغية أنك أنت، المهم أن يكون أهلها مسلمين، فإذا كانوا مسلمين قطعنا بأن علمهم بهذه الأشياء ضروري، وإلا فما معنى كونهم مسلمين؟ ولذلك قلت إنما يستثنى من هذا الأمر الإنسان الذي أسلم حديثا، هذا شيء طبيعي، قد يجهل وقد يعلم كل شيء، وقد يكون علم بعضهم أحسن من علمنا بالدين، لكن يعني يتصور أن يكون يعني الإنسان الذي هو حديث عهد بالكفر وحديث يعني عهد بالإسلام، حديث عهد بالكفر تركا وحديث عهد بالإسلام دخولا، قد يتصور في حقه عقلا أن يجهل بعض الأشياء. فإذن هذا النوع من العلم الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز لأي مسلم أن يجهله، ولذلك تعلق وجوب تعلمه بكل مسلم، حينما يسلم الإنسان ويدخل الإسلام من كفر فإن أوجب الواجبات عليه آنئذ أن يتعلم الدين الذي به سيعبد الله في خاصة نفسه
وفي علاقته مع غيره، سيصير واجبا عينيا عليه كل مسلم. وهذا لا يحتاج إلى أن يدخل مدرسة، لا يكفي في أن يعيش بين المسلمين فقط، وليس عبثا. أن حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعيش الإنسان في ديار الكفر أبدا، يعني إنسان يمشي بلاد ما فيهاش المسلمين ويعيش فيها يعني بصفة نهائية بغير نية رجعة إلى بلده الأصلي، لأنه إن لم يذوب هو في تلك البيئة قطعا ثاب أبناؤه وضاع أبناؤه وأحفاده، وهذا مشاهد متواتر. عرفوا أبناء الناس اللي يعني ولدوا في الغرب وانقطعوا عن أصولهم في بلاد المسلمين، يعني مع الأسف يضلون ضلالا بعيدا، والتجهيل الذي يحصل لهم في البداية وتجهيلهم بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنهم في بيئة ثقافتها لغتها لا تحمل المعلومة من الدين بالضرورة. ما كاينش في اللغات الأخرى المعلوم من الإسلام بالضرورة رايج، احنا عندنا موجود. يعني إنسان ما دخل مدرسة ولا كتابا، أمي ما عمره ما قرأ ولا درس، ولكن تزاد في المغرب والعب في الدروب هذا المغرب يتعلم كل شيء من المعلوم من الدين بالضرورة، كيعرف بأن الصلاة واجبة، وكيعرف يعني بأنه الصيام ديال رمضان واجب، هادشي كلشي كيعرفه، ويعرف بأن الحرام الحمر حرام حرام، ويعرف بأنه الزنا حرام، وهكذا وهكذا. هذه الأشياء لا يجهلها بسبب أن الثقافة ديالنا الشعبية، لهجتنا التي نتكلم بها، لغاتنا أن كانت تحمل هذه المعاني، فيتعلمها منذ تعلمه الكلمات الأولى من لدن أمه وأبيه وإخوانه والمحيط الذي يعيش فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.